جاهز لسباق القوارب؟ رومبا؟ واو، ما أروع هذا القارب! أوه، شكراً يا روزي، يجب أن أهزم كرز هذه المرة. انظري، أنا وضعت شراعاً أكبر ليسير بشكل أسرع. أهلاً يا روزي، حان الوقت لأفوز بالسباق مجدداً. قد لا تفوز هذه المرة يا كرز، لقد صنع رومبا قارباً رائعاً. حقاً؟ سوف أرى. إنه سري. لن يكون أفضل من قاربي. دائماً أفوز، لا تنسى. بقيت ساعتان قبل موعد السباق، سأذهب لأحدد خط النهاية. مرحباً يا روزي، هل تودين مشاهدة لعبة القبعة السحرية؟ نعم، ولكن هل تزينين فكري معي؟ هو سيقدم الجوائز لسباق القوارب هذا العام. سأريه لعبتي الجديدة. فكري، يبدو مزاجك رائقاً. صديقي العزيز رشدي جاء يزورني. لا أرى أحداً، أنت متأكد أنه هنا يا فكري؟ نعم يا بلبلة، متأكد. الواقع أن صديقي رشدي متميز جداً. لكنه لا يستطيع القيام بألعاب سحرية مثلي. أترى لعبة القبعة السحرية؟ إذن أين هو رشدي؟ أوه، إنه موجود هنا. ألست هنا يا رشدي؟ طبعاً. أنت يدغدغ. واو، هذا سحري. ماذا؟ إلى ماذا تنظرين يا روزي؟ ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ رشدي هو حرباء، والحرباء تغير لونها عندما تريد، وهذا ما يجعلها بارعة في الاختباء. كم أحب ألعاب السحر. ليس هذا سحراً، هذا ما تفعله كل حرباء. أريد أن أختفي مثلك يا رشدي. هذا صعب نوعاً ما بوجود ريشاتك اللامعة، لا يمكنك تغييرها. بلى، يمكنني، انتظر مكانك. هذا أفضل بكثير من أي قارب يصنعه رومبا. شكراً للمساعدة، هذا أفضل قارب صنعته في حياتي. أهلاً يا بينون. مرحباً يا كرز. لين، قاربك ليس سريعاً مثل قاربي. في الواقع أظن أن قاربي سيكون أسرع. تعال يا بينون، هيا لنجربه. علي أن أرى هذا القارب لأتأكد أنني سأفوز. انتهيت. هذا جميل يا روزي. مرحباً يا بلبلة، لماذا ترتدين شجيرة؟ هذا تمويه مثل رشدي. ليس تماماً مثلي، عندما أريد الاختباء لا يراني أحد. هذا ليس عدلاً. بلبلة، بعد قليل سيبدأ السباق، النظر ممنوع. لو أنني أستطيع أن أراه. ما الأمر يا بلبلة؟ ظننتني بارعة في ألعاب السحر، لكن رشدي صديق فكري، يمكنه إخفاء نفسه. صحيح؟ إنه حرباء، بإمكانه أن يجلس إلى جانبك من دون أن تعلم. الكل يرون أنه متميز جدا، وأنا لا. كرز. رشدي، أنا كرز، أريدك أن تأتي معي في مهمة سرية. أمر مسلٍ. أوه لا، الأمر مهم جداً، ستنضم إلى الفريق الفائز في سباق القوارب. في خدمتك يا كرز، هيا بنا. من
مضحك جداً. إذاً كيف كانت القوارب؟ حسناً، قارب رومبا أعلاه شيء كبير مستدير، ماذا تسمونه؟ بالون؟ تماماً، وقارب لين يصدر صوتاً مجنحاً. أي أن فيه أجنحة؟ وماذا أيضاً؟ لم ألاحظ تماماً، كنت منشغلاً بعمل السر. أجنحة وبالون، سأصنع ذلك لنرى. سأتخلص من هذه القطع أولاً. بلبلة! يمكنك رؤيتي، صحيح؟ كل ما أردته هو أن أكون متميزة. أنت فعلاً متميزة يا بلبلة، ولكن ألعاب السحرية، لعبة الاختفاء عند رشدي أفضل مني. لما لا نطلب من رشدي أن يساعدك؟ كيف؟ تعالي، سأخبرك في الطريق. سيبدأ سباق القوارب قريباً. لا! كارز، هل هذا قاربك؟ ماذا حدث؟ كنت أخشى ألا يفوز، فحاولت تغييره. انظري، من الأفضل أن أنسحب. عليك أن تحاول يا كارز، فهذا أهم من الفوز. هذا صحيح، لكنني أردت فعلاً أن أفوز. رشدي، عندي لك عمل مهم جداً، ولبلبلة. جاهزون؟ مستعدون؟ أوه لا! هيا! ياهي! أنا أفوز! أوه لا! لقد علق! انظر! نحن نفوز! إنه سيغرق الآن، ما الفائدة؟ كارز، انظر! سأفوز من جديد. نعم، انظروا، لقد علقت معا. القوارب تطير بعيدا. أمسكها يا بينون. إنها عالية جدا، لا أحد يمكنه الإمساك بها. بلى، يمكن ذلك. هيا يا بلبلة. قبل أن أقدم جائزة سباق القوارب، أود أن أذكر صديقاً متميزاً جداً. كلنا نعرف من هو المتميز هنا. بلبلة، التي لولا مهارتها في الطيران لما استطاعت تلك القوارب إنهاء السباق. لم يكن أمراً مهماً. والآن إلى الجائزة. الجائزة الأولى فاز بها الجميع. مرحبا. ما المشكلة يا كارز؟ لقد غششت، استخدمت رشدي ليتجسس على القوارب، لا أستحق المشاركة في الجائزة. الغش عمل سيء، لكن قارب كارز ساعدنا على الفوز. كل واحد يمكن أن يخطئ، ولكن الاعتراف بالخطأ هو عمل شجاع. نحن نريد أن يشارك كارز في الجائزة، صحيح؟ نعم. والآن حان وقت الألعاب السحرية. سيداتي وسادتي، انظروا، القبعة فارغة. أبرا كدبرا. لا يمكن أن تريني، أنا حربة أنب. أين أنت يا رومبا؟ أنا هنا، انظري، أنا لم أختفي. نعم. روزي، هل يقوم رشدي بألعاب سحرية أخرى؟ يمكنك أن تسأله غداً إن استطعت أن تجده. مياه في كل مكان. ها
أصبتك. هذا أفضل. دوري. جميلة وباردة، الجو حار اليوم، يبدو أن الجميع في حاجة إلى المياه. أوه، مرحبا مينون، أتريد أن تلعب معي في حوض المياه؟ ليس اليوم يا لين، فعلي أن أسقي جميع خضرواتي. إني آتية. احتفظي ببعض الماء من أجلي. ها أنا آت. ها هي، هذا يكفي الآن. يا بطة، تعالي العبي معنا. أنا مشغولة الآن يا بلبلة، هناك ثقب في عشي، أجمع الأغصان لأصلحه. معذرة، نأسف لإزعاجك. نحن مستجدون هنا، مت ونت. بل نت ومت، وكنا نتساءل من المسؤول هنا؟ لا مسؤول هنا، نحن نتقاسم كل شيء هنا. هذا كرم كبير، ألا تظن هذا؟ بالتأكيد، شكراً، متعاونون. كيف يركضون في هذا الجو الحار؟ هذا الدلو العاشر، ولم يمتلئ حوض المياه. لأنك تسكبينه بعيداً. ماذا جرى؟ الجو حار للغاية، قمت بامتصاص بعض الماء من الأرض عبر جذوري. نسيت أنك تحتاج للماء. الماء ثمين، فلولاه لما وجد زرع ولا كائنات حية، لذا أنا لا أهدر الماء أبداً. والآن حان وقت إصلاح العش. سأحضر الأغصان الطويلة من الخلف. عظيم، إنها مناسبة. سوف أبدأ بالثقب. عشي، أين اختفى؟ مرحبا روزي، هل لي في خزون المياه؟ بالطبع يا كرز. أصبتك. لقد اتسخت حوامتي من حرارة الجو، سأغسلها. اليوم الماء في كل مكان. أليس هذا رائعاً؟ ما هذا الصوت؟ النجدة، يا إلهي، يبدو كصوت لين. ما الخطب يا لين؟ يا روزي، فعلت شيئا في غاية السوء، كنت أملأ حوض المياه من الجدول و استخدمت كل ماء الجدول. هذا غير ممكن يا لين. كلا، كرز استعمل مياهاً كثيرةً ليغسل حوامته. وماذا عن اللعب بمسدسات المياه؟ لا فائدة من لوم بعضنا البعض، علينا أن نحل هذا اللغز يا رفاق. اسمع يا بينون، ألم ترى عشاً في أي مكان هنا؟ تقولين عش؟ لا يا بطة، هل ضاع منك؟ أسوأ من هذا، أحدهم سرقه، أدرت رأسي عنه فاختفى. يا إلهي، أحتفظ بعصي لصناعة مكانس في كوخ الأوعية، نستطيع استخدامها لبناء عش جديد لك. هذا لطف منك يا بينون. ما هذا؟
أحدهم سرق العصي. هذا تماما ما حدث لعشي. انظر، أسقطوا البعض. فلنتتبع هذه العصية ونرى أين تنتهي. لا يمكن أن يختفي الجدول. ربما جففت الشمس المياه. ترى ماذا حدث؟ من الذي جفف الجدول؟ كلنا قمنا بإهدار الماء. لقد استخدمنا كل المياه الموجودة في العالم. لسنا واثقين من هذا يا لين. أين الماء إذن؟ أنا لا أعرف، لكنني سوف أكتشف هذا. إلى أين؟ سأعرف أين ذهب الماء. مرحبا روزي، هل رأيت عش بطة في أي مكان؟ كلا، هل اختفى العش؟ ماء الجدول اختفى أيضا. أين اختفى الماء؟ لا عش ولا حتى جدول، ماذا سأفعل؟ يا روزي، ما هذا الصوت؟ يبدو كصوت. روزي، لماذا هناك جدار في الجدول؟ ليس جداراً، إنه سد. رائع، أليس كذلك؟ أنهيناه للتو. نت ومت. مت ونت، ما رأيكم في منزلنا؟ مرحباً كونيدس، أليس كذلك؟ إنهم يعيشون في الجداول ويبنون السدود لصيد الأسماك. هذا مثير حقاً، ربما سأجرب هذا. كل هذا جيد، لكن من سمح لكم بأخذ العصي؟ أصدقاؤك هؤلاء. لم يحدث، قال لنا نحن نتقاسم كل شيء، لذا أخذنا ما وجدناه. ربما قلنا شيئاً كهذا، لكن لم نعني أن تأخذ كل شيء، وبشكل خاص ماء الجدول. إن هذا جدولنا. إنهم يملكون الجدول ويتقاسمونه. هيا يا مت، من الأفضل أن نهدم كل شيء ونبدأ من جديد في مكان آخر. نحن غير مرحب بنا هنا، سوف نعيش سوياً من دون منزل. يا للمساكين. لحظة، خامرتني فكرة أفضل. الجدول ملك للجميع، أليس كذلك؟ هذا صحيح. هذا بالتأكيد. فلنجد طريقة لنتقاسمه. نت ومت، هل يمكنكما هدم جزء من السد؟ أجل، لا مشكلة. عصي تكفي لبناء عش جديد. أرأيتم؟ يمكن للجميع أن يستمتع بالجدول. لن نهدر الماء بعد الآن. إذن لن نلعب بمسدس المياه؟ الجو حار. ما دمنا نتقاسم. مستعد يا رومبا؟ أجل. يمكننا الانتعاش وري خضروات بينون في نفس الوقت. يا رومبا، سقيتها بالأمس. وأنا سقيتها اليومين قبل هذا. هناك طريقة واحدة لحل الأمر. مستعدة؟ استعدوا للرش بالمياه. أتسو. أعلى وأعلى وأعلى.
أمشي. أوه يا روزي، ماذا؟ لست أنا يا رومبا. ألم يكن أنت؟ لا، ليس أنا يا روزي. إن لم يكن أنت أو أنا، إذن فمن عطس؟ أنا لا أعرف، لكن أتمنى ألا يعيدها. لا، عطسة جديدة في الطريق. ما بك يا فكري؟ عينان دمعتان، أنف يسيل، أنت مصاب بالزكام. حقا، سلامتك يا فكري. لا، لست مريضا، فقط هناك حبة غبار دخلت أنفي فقط. حبة الغبار؟ تسبب عطسة مثل هاتشو وليس ثانية. لا يا كمون، هذه ليست لعبة يا حبوبي. ثانية عطسة. أقول له زكاما يقول لي غبارا. شيو. يا كمون، عد إلى هنا مجددا. ماذا فعلت يا كموني؟ هذا ما يسميه الطب زكاما. عفوا. أعلى وأعلى. أو لا، ابتعدي. أفضل مخبأ من عطسات فكري. فكري يعطس؟ لماذا؟ المكان ليس آمنا هناك، وفي الداخل أيضا، خاصة إذا كنت برج مكعبات. سأجد حلا لهذا. هاي أنتم، توقفوا حالا. أرأيت؟ سهل على خبيرة مثلي. شكرا يا بلبلة. هكذا أنت أنظف الآن نوعا ما. نعم، ربما يحتاج إلى صابون المعطر. صح، مؤدل. لنأخذك لتستحم إذن يا كموني. لا، يمكنك إذن استخدام القليل من عطري الجديد. جميل، أنا صنعته وأضع منه كل يوم. لا تقترب، عطسة قوية قادمة. إنها محقة، إنها عطسة لم تسمع مثلها. عطسة؟ عن أي عطسة تتحدثون؟ ستعرفين ما أعني في الحال. عفوا مجددا. هذه أكبر من مجرد عطسة. إن العطسة يزعج فكري، لنساعده. كرز، طائرتك لا تطير. أعرف يا رومبا، لا رياح. ربما يمكننا المساعدة. كيف؟ ستتصلين بالرياح لتأتي؟ بالفعل، وهي قادمة في الحال. واو. أفهم أنه صعب عليك، ولكن حاول أن تتحكم في عطساتك يا فكري. أنا أحاول، صدقيني، ولكني عندما أبدأ في انفضحوا. تمسكوا جيدا. شكرا يا فكري. أنا مسكين يا فكري. تقصدين نحن المساكين؟
دورك الآن يا كمون، أمسكها جيدا. عفوا يا لين. لين، أنت بخير؟ نعم أنا بخير. لنتأكد من سلامة الجميع. رومبا وكرز وبينون، أين كمون؟ لقد كان هنا منذ لحظة. تمسك جيدا. كمون، سيارات عطسة فكر الصغير. كرز، أحضر سيارتك. رومبا، لسكوتر، الحقوا بتلك الطائرة. أنا لا أراه. أوه، من أين؟ هل أضعناه؟ ذاك هو. إنه يهبط. لا تخف يا كموني. لن نجده أبدا. اسمعوا، أرزا، أنت التقطته. أشكرك يا أرزا. تعال يا كموني، خفت عليك. أهلا به وبكم في أي وقت. أرزا، ساعدينا، فكري لا يتوقف عن العطس. هو ليس مريضا، لكن لكل وردة أشواك. تقصدين هناك شيء جميل لكنه يزعج فكري. سأعرفه. عرفت ما يجعلك تعطس بقوة يا فكري. أوه، بسرعة قبل أن يكررها. ما هو؟ أنت. أنا؟ عفوا. ألم تلاحظي؟ كلما اقتربت من فكري عطس، ربما ريشك هو السبب. ها؟ ريشي أنا؟ ريشي الجميل؟ إنه جميل بالطبع. أرزا قصدت هذا. ما نراه جميلا يكون بشعا؟ لا، غير لطيف للآخرين. مستحيل، الجميع يحبون ريشي. رائحته فاتنة، تحديدا بعدما رشته لين بعطرها. عطر؟ نعم، شموا بأنفسكم. اختبئوا جميعا، هيا. اجروا، انجوا بحياتكم. هيا يا فكري، هيا بقوة. ياهو. أنا آسفة يا فكري، لم أقصد أبدا إزعاجك بعطري. أنا أعرف يا عزيزتي، لدي حساسية من العطور منذ كنت غرسة صغيرة، والآن أنا أشم رائحة غريبة. أظنه وقت الحمام يا كمون، ما رأيك؟ لا، فقاقيع الصابون والبطة. بطة، استحمي أنت أيضا يا بلبلة لتتخلصي من العطر الذي يزعج فكري. فكرة رائعة، هيا بنا يا بلبلة، فلتأخذي الحمام عندي. بشرط مع بطة وفقاقيع. أليس الهدوء رائعا بعد تلك العطسات؟ ليه؟ أضحكتني. أمسكوا الغيمة.
كم تبدو هذه الغيمة مضحكة. في الواقع يا رومبا أظن أنها تشبهك. أهلا يا غيمة رومبا. أود أن تلعب غيمتي مع روزي. نعم، هذا سيكون رائعا. هل تمسكينها معي؟ أوه يا رومبا، لا يمكن أن أمسك بغيمة. حسنا، إن كنت لا تقدرين فسأجد من يقدر. رومبا، ماذا عن النزهة؟ رومبا، جميل. أوه يا لين، ما أجمل هذه المظلة. إنها مفيدة عندما تكون الشمس ساطعة والطقس صافيا. لكن لا أريد أن تسطع الشمس، أنا أريد المطر حتى أجرب مظلتي الجديدة. أوه، إنها للمطر. أنا سوف ألحق بتلك الغيمة. يا له من يوم مناسب لقطف الفاكهة من الحديقة. أو ربما ليس مناسبا. من الأفضل أن أسرع. حسنا، إذن هجوم. هل أساعدك يا بلبلة؟ هكذا أفضل. شكراً يا رومبا، لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو لم تأتي. حسناً، طالما أنني ساعدتك فهل تساعدينني؟ أي نوع من المساعدة؟ أريد أن أمسك بغيمة. طبعاً طبعاً. وفكرت طالما أنك تطيرين فأنت أفضل من يمسك بالغيمة. حسناً يا رومبا، كلمة أفضل هي كلمة طالما تستعمل في وصفي. سأستخدم الآن قوة سحري ورفيف جناحي لأحضر لك غيمتك. حظاً سعيداً يا بلبلة. سألقي الآن الكلمات السحرية للإمساك بغيمة. كيولمسنيمبو بينكي تينكو. تحاولين أن تصعبي الأمر علي؟ هيا يا غيمتي، رومبا يريد أن يراك. انزلي هيا يا غيمة. ماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تفعل بلبلة؟ كدت أصل يا رومبا. انتبهي. معذرة. ما هذا؟ لقد منعتني من الإمساك بالغيمة. أمسكت بي بدلا منها. من يريد أن يطير طائرتي؟ لا شكراً يا كرز، ميزان الطقس ينبئ أنها ستمطر. علي أن أقطف الفاكهة. وماذا عنك يا رومبا؟ أنا موافق. أهلاً يا روزي. أهلاً يا لين، أعجبتني مظلتك للغاية. إنها للمطر يا روزي، أريد من الغيمة الكبيرة أن تمطر كي أقف تحتها. كلهم يحبون هذه الغيمة. طالما لا تزال فوق، إذا رومبا لم يمسك بها. ترى أين ذهب رومبا؟ هل أنت متأكد أنها فكرة جيدة؟ طبعاً إن أردنا الإمساك بالغيمة. ستغطي طائرتي بالصمغ؟ نعم، والآن ما أريده هو أن تنطلق على دراجتك بأقصى سرعة ممكنة ثم تترك الباقي للطائرة الورقية. هيا، جاهز؟ انطلق. جيد.
ساعد، أسرع. جيد، لقد وصلت إلى الغيمة، سوف ننجح. وهو لا أصدق، سنمسك بغيمة. كيف هو الوضع الآن؟ ليس جيدا كما كان من قبل. رامبا، فهمت كيف علق منقارك فيها، إنها ضخمة. ما هذا؟ أهلا يا كرز، أهلا يا رومبا، كيف الحال؟ هل أمسكتما بأي غايمة؟ لا، لكننا غطينا طائرتي بالصمغ وأضعناها. أنا آسف يا كرز، كنت أريد الإمساك بغايمة. لا يمكنك ذلك يا رومبا، هذا مستحيل. قد يكون كرز على حق يا رومبا. لماذا هو على حق؟ هناك طريقة لتحقيق ما نريد. من قال هذا؟ أنت. رومبا على حق، يجب ألا نستسلم. ولكن كيف يمكن لرومبا الإمساك بغيمة؟ كرز على حق، هذا مستحيل. ربما لا، دودة القز ألا تصبح فراشة؟ نقطة الماء ألا يمكن أن تصبح محيطاً؟ لم أفهم كلامك يا أرزة. كل شيء يتغير يا روزي، حتى الغايمة. نعم طبعاً، لما لم أفكر في هذا من قبل؟ شكراً يا أرزة. على الأغصان، ننط ننزل. يجب أن تنزلي الآن على الأرض يا حبات البلوط. لدي شعور داخلي أن السماء ستمطر. رائع، على الأقل أحدنا سعيد. رومبا، أنا أعرف كيف يمكنك الإمساك بغيمة. كيف؟ احتمي في أغصاني يا حبات البلوط، إنها تمطر. إنها تمطر. نعم، إنها تمطر يا رومبا. بمعنى؟ تلك الغيمة ما هي سوى قطرات ماء صغيرة، إنها خفيفة ولذلك تسبح في الفضاء، ولكنها أحياناً تصبح ثقيلة فتنزل في شكل مطر. إن أمسكت بالمطر فكأنك تمسك بغيمة. إذن هنا توجد غيمة، إنها غيمتي. نعم، أليس هذا مدهشاً؟ أجل، هذا مدهش. شكراً لأنك لم تستسلمي. لقد أمسكنا بغيمة. ماذا هناك يا بلبلة؟ هل رأى أحدكم كرز؟ أنا أظن أن هذه له. كرز ينط، كرز يأتي. طائرتي. ما هذا؟ آسف، أخطأت ثانية. لكنني أمسكت بغيمة، انظر. رومبا، هذا مجرد ماء. شكراً. انظري، قوس قزح جميل يا روزي. وهل ستطلب مني الآن أن أمسك لك بقوس قزح؟ لا تكوني سخيفة، هذا مستحيل. لكن أود قطعة من القمر، لأنه مصنوع من الجبن. عليك أن تكتفي بشطيرة من الجبن، تذكر نزهتنا لم تنتهي بعد. هذا كلام مفيد. رحلة السفاري.
ماذا تقرأ يا بينون؟ كتاب عن حيوانات العالم. أسود ونمور وأفلال. أظنك تقصد أفيال يا كمون. أنا أقول أفلال. لابد أن تذهب في سفاري. سفاري؟ سفاري يا كمون. إنها رؤية الحيوانات البرية في أماكن معيشتها. سفاري. حسناً، أعتقد أننا نستطيع المحاولة. بينون وكمون إلى أين يذهبا؟ للبحث عن أسود وأفيال، لكنهما لن يجدا أي حيوان بري. كمون مسكين حقاً، سيخيب أمله كثيراً. أعرف طريقة لجعل مغامرتهما ممتعة، فلنصنع آثار مخصوصة ليتبعها. كمون سيحب هذا. حسناً، انظري جيداً إلى الطاولة وحاولي أن تتذكري أكبر عدد من الأشياء. انتهى الوقت. أوه، كان هناك دب وموزة و... هل يأستي؟ كلا، أثق أنني سأتذكر. نعم، لقد يأست. دب اللعبة وموزة وقدح وفرشاة أسنان وسيارة ووعاء وقبعة وملعقة. أصبت! لابد أن هناك طريقة أسهل لأتذكرها. أنا الفائز وأفضل من كل الآخرين. ها، إذن يمكنني تأليف أغنية لتذكرها. انظري يا روزي، مثل آثار حمار وحشي، أو ربما وحيد قرن. رائع. إنها كبيرة، مثل قدم فيل. انظر انظر، تبدو كأنها آثار حيوانات. هيا هيا نتبعها. آثار الأقدام هذه لأي حيوان؟ فرس النهر وأيضاً وحيد القرن. انظر هناك، أظن أنني أرى شيئاً يتحرك. حيوانات. يجب أن نكون هادئين، لا نريد أن نخيفهم. ماذا؟ روزي؟ رومبا؟ ماذا تفعلان؟ لقد كنا نصنع أثار أقدام لكما. فهمت، ظن كمون أنها حقيقية. لا حيوانات. نعتذر، ظننا الأمر ممتعاً. لا بأس يا روزي، آسف يا كمون، ربما لا توجد حيوانات برية في الحديقة. حيوانات. إنه نمل. نمل. انظري، إنهم صغار. مذهل. واو، إذن هناك كائنات برية في الحديقة. في نهاية الأمر حشرات صغيرة. لما لا نقوم معا برحلة سفاري؟ حسنا، محاولة أخرى. لدي أغنية للتذكر هذه المرة. موزة موزة ودب محشو ملعقة و يا إلهي، نسيت مجددا. عرفت، سوف أدون كل شيء منذ الآن. هكذا سوف أتذكر كل شيء. لين، كرز، أسرع، تعال ساعد في رحلة السفاري. مدهش، رائع. ياه.
ها. كائنات صغيرة جميلة. نعم يا كمون، لدينا الكثير، لكن ماذا سنفعل بها كلها؟ فلنصنع حديقة لهم، عندئذ سنراهم وقتما نشاء. نعمي، مرحبا. وضعنا لهم الأغصان والأوراق لتشبه منازلهم، لكن يبدو أنهم يريدون الخروج. ستكون أسعد لو أعطيناها طعاما. هيا نبحث لها عن طعام. آسف يا روزي، لا أظن الحلزون يحب مخفوق الفراولة بالحليب، وأظن أن الجزر صلب بعض الشيء على الفراشات، لكنه لذيذ. ماذا عن هذا؟ الجميع يحب الكعكة المحلى. شهية، إنها لذيذة يا لين، لكن ليست للديدان. أمسكوهم. انتظروا، لا تعيدوهم إلى الأوعية. أظنهم قد هربوا لأنهم يشتاقون لموطنهم. أظن بين محقا. أردت أن أعتني بهم جيدا، لا أن أجعلهم تعيسين. لا تقلق يا كرز، يمكننا إسعادها مجددا، فلنعدها لمواطنها. يا للخسارة. آسف يا كمون، لابد أن نعيدها إلى حيث تنتمي. عيش النمل. في عش النمل، إنه هناك. لحسن الحظ أن ذاكرتي قوية، أتذكر كل شيء. إلى اللقاء يا فراشات. أتذكر أين تعيش يا رومبا، تعيش هناك. الوداع يا أصدقائي. أحسنتم جميعاً، كل الكائنات عادت إلى موطنها. ليس تماماً يا بينون. مرحباً يا صغيرتي، أخبريني أين تعيشين؟ كرز يعرف، فهو يتذكر كل شيء. لست واثقاً. لا بأس، لدي طريقة لنعرف هذا. رائع. طريقتي لتذكر الأشياء، أرسمهم، والآن أتذكر تماماً أين تعيش الدعسوقة. اتبعوني. الدعسوقة، كنت أتساءل أين ذهبت. لقد كانت تعيش هنا على جذعي. أحسنت يا لين. الوداع يا دعسوقة. ألا يحزنك أن تودعها يا كمون؟ لا، سأزورها في أي. ماذا تفعل يا رومبا؟ هذه حديقة حيوان، وأنا الحيوان الوحيد فيها. مخيف. لا تخافي يا روزي، أعرف ماذا يسعد هذا الحيوان. حقا؟ نعم، هذا الحيوان يحب أن يأكل الكثير من الوجبات الشهية. أنت تترك أثاراً مثل الحيوانات البرية، أثاراً من الطعام. معذرة، آسف يا روزي. مجلة رومبا.
أتحبين سيارتك يا روزي؟ نعم أحبها. هل تفضلين التنزه فيها وحدك أم معي يا روزي؟ معك يا رومبا. إجابة جيدة. رومبا، لما هذه الأسئلة؟ أنا أعد مجلة أخبار، مجلة الأصدقاء، وأنت أول خبر فيها. اسمعي ما كتبت. روزي زيتت العجلات فصارت في كل الجهات. ما رأيك يا روزي؟ جميل جدا يا رومبا، لكنه ليس مدهشا. أوه، إذن ماذا عن هذه؟ روزي تزيت عجلات السيارة وتطير من حارة لحارة. يبدو هذا أفضل يا رومبا، ولكن ما المميز في ذلك؟ ليس ممتعا. صحيح، لكن لا أعرف أن أكتب شيئا أفضل. بالتأكيد تستطيع، ابحث عن قصة جديدة، تجول في المكان، اتبع أنفك، اكتب أحداثا يحب الجميع قراءتها. أنت محقة يا روزي، هناك أخبار رائعة ومشوقة في مكان ما، ورومبا سيعرفها. يمكنك الكتابة عني أيضا. عصفور على الشجرة؟ لا. أعشاب طويلة؟ لا. تبدو تفاحة بينون ناضجة جدا. ستكون مفاجأة كبيرة. لين تأخذ تفاحة بينون من دون إذنه وفي السر؟ هذا خبر مدهش. القوة البلبلية السحرية تأمرك أن ترتفع الآن إلى هذه الشجرة. ارتفع إلى الشجرة الآن، ارتفع. هيا ارتفع، ارتفع إلى الشجرة. لا شيء يتعاون مع اليوم، حتى العش والشجرة الغبية. بلبلة تقول الشجرة غبية، لكن هذا قول صادم. روزي محقة، الأخبار المميزة كثيرة وأنا سأبحث عنها. جاهز يا فكري؟ أوه، مرحباً. ضربة موفقة يا فكري. كرز، كرز، أين أنت؟ كرز يضرب فكري على أنفه ثم يفر هارباً. أوه، إنه خبر خطير. أحسنت يا فكري، كانت ضربة رائعة، أنت حارس مرمى بارع. حقا؟ هل تعني هذا؟ أيها الصحفي، هل وجدت أخبارا مميزة؟ وجدت مجلة كاملة يا روزي. أرأيت؟ لقد أخبرتك أن عليك تتبع الأخبار. أو أرجوك يا رومبا، نظرة سريعة. انتظر العدد الأول من المجلة، تماما مثل الآخرين. إلى البيت يا روزي. إلى البيت يا رومبا. أسرع يا رومبا، متى نستطيع قراءة المجلة إذن؟ انتهيت. إذن دعني أراها. أخيرا يا رومبا. أولا لنعطي المجلة للجميع. رومبا، هل نوزع المجلات في سياراتك كالمجلات الحقيقية؟ فكرة رائعة يا رومبا، هيا نوزع المجلة.
فكري، هيا اقرأ لنا. مكتوب هنا: بلبلة قالت إن الشجر غبي. يا للوقاحة. هل أنت متأكد يا رومبا؟ بلبلة تحب الشجر فهي تستريح وتنام فوقه. كتبت ما سمعت كلمة كلمة. لكنك كتبتها كحكاية خيالية. لا، بل كخبر. أوه، انظرا، الجميع قادم نحونا. آه، إنهم لا يبدون سعداء. هاي، إنهم جميعا يحملون مجلتي. هل ألقي نظرة الآن؟ تفضلي. أوه يا رومبا، ماذا فعلت؟ رومبا! لم أقل إن كل الشجر غبي، فقط تلك الشجرة التي أوقعت العش. فهمت، وأنا لم أضرب أنف فكري وأهرب وأنا أضحك عليه. كان حارس المرمى وصد الكرة بمهارة. نعم فعلت. أحسنت، كتبت أنني سرقت تفاحة بينون ولم تفعليه؟ لقد قطفتها كي تقدمها لي مفاجأة. هذا لطيف. أنا آسف جدا. أنا متأكدة أنك كذلك، ومتأكدة أن رومبا لم يقصد أن يغضبنا جميعا. تعرفون كم هو طيب القلب ويحبنا. ربما هذه المجلة ليست فكرة جيدة. بل هي فكرة رائعة، أليست رائعة؟ رائعة. نعم بالطبع، هذه فكرة رائعة. مجلة الأصدقاء جميلة يا رومبا، لكن القصص تحتاج إلى التعديل لتجعل الناس سعداء. نعم، كتلك المجلات المضحكة. هذه فكرة رائعة يا روزي. هيا يا روزي لنصدر مجلة جديدة. أمرك يا رئيس التحرير. انظروا، هذه صورة كبيرة لي. كبيرة جدا، قصصنا الرأس. أنت ضخم حقا. وهذه نقطة، قال الأستاذ يعيش السمك في الماء، فقال التلاميذ يعيش يعيش. إنها بالفعل أفضل مجلة قرأتها في حياتي يا رومبا. هل كتبت مجلة أخرى قريبا؟ أرجوك يا رومبا. أحسنت يا رومبا. نعم أنا أحسنت. يا رومبا، لدي نكتة. ما هي؟ لما رسب الخروف في المدرسة؟ أنا لا أعرف. لم يحفظ إلا درس الباء. لكن يمكن للخروف يا روزي أن يقول ماء. نعم، حين كان يقول ماء كانوا يظنونه عطشانا. نعم، هذا يبدو معقولا. ربما لم يرسب بسبب الحروف الأبجدية، بل لأنه شرب كثيرا، ولهذا السبب كان يجلس في الحمام. ما رأيك في النكتة يا روزي؟ 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 أسطورة الباندا الأحمر. ما الحكاية التي تريدها يا رومبا؟ حكاية القطارات؟ لا شكرا يا روزي. النمور؟ القمر؟ سمعتها كلها مئات المرات، أريد حكاية جديدة. حسنا، دعني أفكر. في قديم الزمان كان هناك باندا صغير أحمر. كان هناك باندا صغير أحمر، وكان يريد أن يكون شجاعا كالأسد. فمشى مسافة طويلة جدا جدا عبر صحراء جافة وحارة،
ثم وجد قاربا صغيرا فراح يعبر المحيط الواسع الكبير. روزي روزي، ماذا تريد يا رومبا؟ ماذا حدث للباندا الأحمر؟ لم أستطع النوم، إنها أفضل حكاية على الإطلاق. آه حسنا، نعم، وصل الباندا إلى جبل مرتفع مغطى بالثلوج. آه، وراح يتسلق إلى أعلى، ولكن فجأة انزلق الباندا على الثلج وراح يتدحرج، لكنه لم يصب. وهنا أتت نحوه بومة زرقاء حكيمة وقالت: اتبعني وأنا سأدلك لمكان تجد فيه فضيلة الشجاع. ثم طارت بسرعة فلم يستطع الباندا أن يتبعها. وبعدها ماذا حدث؟ وعدت لين أن أساعدها، سأكمل مساء. أوه، أنا لا أستطيع الانتظار. مؤسف ألا يكون عندك مزلاج يا بينون، كنا تزلجنا معا. نعم مؤسف. أهلا كرز، أهلا بينون، لو تسمعان الحكاية التي ألفتها روزي. حسنا، ما موضوعها؟ الباندا الأحمر. جاهزان؟ في قديم الزمان وجد باندا أحمر أراد أن يصبح شجاعاً كالأسد. بعدها من هو ذلك الباندا؟ ليس حقيقياً، حكاية مؤلفة. أنا أحب الحكايات. أكمل يا رومبا. شكراً للمساعدة، عندي أدوات كثيرة علي ترتيبها. آه، لنرتب الأشياء حسب الألوان. روزي، هذه بلبلة، ماذا تريد؟ مرحبا يا بلبلة. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن لحق الباندا الأحمر بالبومة الحكيمة الزرقاء. عما تتحدثين يا بلبلة؟ إنها حكاية رومبا قبل النوم. أنا أحب الباندا كثيرا والبوم، أخبريني إياها. وأنا. حسنا، صنعت لك مزلاجا يا بينون كي نتزلج معا. شكرا. لو أنني أعرف كيف تنتهي حكاية روزي. وأنا أيضا، أخبرني رومبا عن البومة الزرقاء الحكيمة، وحبات البلوط تريد سماع الحكاية أيضا. علي أن أنتظر إلى المساء لأعرف النهاية. ربما لو ذهبنا وسألنا روزي قد تخبرنا الآن. نعم، فكرة رائعة، لما لا تتزلج يا بينون؟ أظنني سأجرب فيما بعد. أرجوك. هيا يا روزي. أنا منشغلة بمساعدة لين، أريد أن أعرف نهاية الحكاية. هيا يا روزي، ماذا حدث عندما لحق الباندا الأحمر بالبومة الزرقاء؟ حسنا، سأخبركم. سأخبركم فيما بعد. متى؟ في آخر النهار في الساحة. رائع، شكرا يا روزي. أنت محظوظة يا روزي، فأنت تعرفين نهاية القصة. الحكاية المتميزة يلزمها مسرح متميز. والآن هل نذهب للتزلج معا؟ حسنا يا كرز. سوف تسرع كما لم تسرع من قبل، أليس هذا رائعا؟ الحضارة ابتلت شديد، من الأفضل لو كان المكان منبسطا. سأكون معك طوال الوقت يا بينون. 3، 2، 1، انطلاق. أنهيت الجزء الأصعب بنجاح. بينون،
هل أنت بخير؟ نعم، أظن ذلك. سأصلح هذا وستعود سريعاً إلى التزلج. أنا أصلح للمشي لا للتزلج. آسف يا كرز، أنا لست بارعاً في هذه الأمور. أوه روزي، بحثت عنك في كل مكان، ماذا حدث؟ لا أعرف كيف أنهي الحكاية، فكرت فيها طويلاً. سيخيب أمل الجميع بسبب هذا. رائع! الساحة تبدو مدهشة، نحن متشوقون. لا تقلقي، سيأتي الباندا الأحمر ويخبرنا عما حدث، سترين. ولكن يا لين، الباندا الأحمر غير حقيقي. بينون، اصعد على المسرح لأجرب الإضاءة. أوه، أنا على المسرح؟ لا عليك يا بينون، أنا سأصعد. بسرعة، تعال معي. لين، ماذا يجري؟ علينا أن نساعد روزي، وليس أمامنا وقت. والآن النهاية المنتظرة لأسطورة الباندا الأحمر مع الراوية البارعة روزي. إذن الباندا الأحمر حاول أن يجد البومة الزرقاء الحكيمة و... ثم... هناك تغيير في الخطة، حان الآن دورنا لنخبركم عن أسطورة الباندا الأحمر. إنه الباندا الأحمر. لقد سافرت عبر المحيط وتسلقت الجبل. نعم، وعلي أن أجد البومة الزرقاء الحكيمة، وحدها تجعلني شجاعاً. أحضري أجمل ريشة زرقاء عندك، أريد أن أستعيرها على الفور. أين يمكن أن تكون البومة الزرقاء الحكيمة؟ أنا هنا، البومة الزرقاء الحكيمة. تويتو. لست بحاجة إلى إعطائك فضيلة الشجاعة، لأنك فعلاً شجاع جداً. لقد عبرت المحيط وتسلقت الجبل وصعدت على هذا المسرح أمام كل أصدقائك. أنت أشجع دب على الإطلاق. الباندا الأحمر. نعم، الباندا الأحمر. شكرا لك يا روزي الحكيمة، أعني البومة الزرقاء الحكيمة. يعيش الباندا الأحمر. البومة الزرقاء الحكيمة. روزي، هل تؤلفين قصة لتصبح حقيقية كحكاية الباندا الأحمر؟ في قديم الزمان كان هناك أرنب أزرق خلد إلى أرجوحته واستغرق في النوم. لا أشعر بالنعاس، أريد سماع الحكاية. إنه دورك لتروي الحكاية الليلة. لقد صحت حكايتي.